السلام عليكم إخواني. في هذا كأس العالم قطر 2022 شفنا عدة مشاهد وعدة مظاهر للبعض منها مزيان، والحمد لله عجبنا الحال لأنها دولة عربية وكانت في هذا المستوى من التنظيم والملاعب في أعلى مستوى وكل شيء كل شيء. ولكن للأسف شفنا بعض المظاهر وبعض المشاهد ديال عدم الروح الرياضية، بعض الإعلاميين، بعض نقدر نقول لكم شعوب ما عندهاش روح رياضية. خليكم مع الفيديو إخواني. Ahí va Raf, pierna derecha Raf, chuta Raf. Estamos eliminados. Estamos fuera del Mundial. Lloro por mi España. Lloro por mi España. No hay derecho. Estamos eliminados. Lloro por mi España. No puede ser. No puede ser. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahora mismo España entera llora. Ahora mismo España entera no se cree lo que acabamos de ver. Hemos tirado 3 penaltis. 3. Y hemos fallado los 3. ¡No puede ser! No puede ser, no puede ser, no puede ser. Estoy ahora mismo como los jugadores. Muerto Miguelito. Muerto sí. الإخوان، كرة القدم تبقى رياضة، والرياضة فيها رابح وخاسر، خاصة رياضة الجماعية، وهي ماشي مسألة حياة أو موت. إلى مشى كأس العالم يجي كأس العالم، اللي مهم هو الروح الرياضية، والحمد لله الشعب المغربي عنده روح رياضية عالية، روح رياضية عالية وأخلاق عالية، وإن شاء الله ربما حان الوقت أننا نكون أبطال العالم، لما لا في قطر 2022. إن شاء الله نكون أبطال العالم ونلعب نهائيات في السنوات المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.